السلام الله عليكم وبركاته. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قدم الوزير الأول الموريتاني يحيى والحدامين أمام الجمعية الوطنية في نواكشوط حصيلة عمل الحكومة خلال عام 2016 المنصرم والخطوط العريضة لبرنامجها الخاص بالعام 2016. شملت سياسة الحكومة التي قدمه الحدامين أمام النواب مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية، واعدا بأداء أحسن خلال العام الجاري. يثير مشروع قانون مكافحة العنف المؤسسي على نوع الكثير من اللغط والجدل في موريتانيا، حيث يعتبره الكثيرون مناقضا للشرع والعرف في جوانب عديدة منه، ويقولون إنه لم يراعي طبيعة المجتمع الموريتاني. ويتكون مشروع القانون من 74 مادة، ويسعى إلى حماية المرأة من العنف خلال إكمال بعض الثغرات التي تكتنف القوانين الموريتانية. أعلنت رابطة قدماء ومتقاعدي الجيش الوطني عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامجها الخاص بدعم المشاريع المدرة للدخل لصالح التكتلات المنضوية تحت لواء 18 مكتبا تابعا للرابطة في عدد من مقاطعات البلاد. ويصل المبلغ 4,200,000 أوقية مخصص لتمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح الأرامل والأيتام من منتسبي الرابطة. أغلقت السلطات الغامبية 3 إذاعات محلية خاصة محسوبة على المعارضة في البلاد قبل أقل من أسبوعين من حلول الموعد المحدد لتسليم السلطة للرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية أداما بارو. وتتهم الإذاعات التي أغلقها النظام الغامبي بانتهاج خط مناهض لسياسة نظام الجامي الرافض للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، ويدعو إلى إعادة تنظيمها من جديد، وهو ما يرفضه أداما بارو وأنصاره. الثالثة بحول الله، موجز إخباري يمكنكم متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا الظاهرة على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في رعاية الله وحفظه.